عيدك مبارك وينعاد عليك ان شاء الله، وكل عام وانت بصحه وعافيه يا ابو عدنان. اكيد مثل ما قال لنا الفنان القدير عبد الحسين عبد الرضا راح تكون له مسرحيه ان شاء الله يحصها قريب. والمسلسل فيه كلمات وفيه اسامي للشخصيات بكوع. انا ضحكني عائله بكوع. اي صالونهم نعس الطرف. نعس الطرف اي. اسامي جدا جميله اكيد، مبدع دائما الفنان القدير عبد الحسين عبد الرضا. اكيد، بس اليوم ضيفنا اشهر من النار على العلم في السوشيال ميديا ومعروف بابتسامته المميزه ووجهه البشوش، منو؟ يعقوب بشهري. يا مرحبا فيك يعقوب. سعيد بتواجدك على تلفزيون الكويت. وانا اسعد مشكوره. نور شيف، شنو الفرق بين التلفزيون والسناب شات؟ كبير ها؟ وايد. لا وايد وايد. صرت رسمي على طول بخالد عشان صارت يعني ما ادري هنا يعني هناك اقدر مثلا اني اتقيد. يعني شوي غير. يقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. توك راجع من رحله تطوعيه. اي نعم. خيريه راح نتكلم الحين عنها. انت بتقول لنا بالبدايه قبل ما اشوف اللقطات. طبعا انا توني راجع من القاهره. نعم. فكنا في مجموعه اسمها نست، هي تبع الهلال الاحمر. هذه المجموعه شباب تطوعوا ان يدعمون التعليم بالعالم، مو بس في جهه واحده، يعني بالعالم. اي ديره ما عندها تعليم او مثلا تعليم غالي عندهم والبلد ما تقدر تتكفل بهذه المصاريف، فقاموا يجمعون تبرعات على اساس يدعمون التعليم. وهذا شيء حلو، لان الانسان بدون تعليم اتوقع تنتهي حياته. صحيح. التعليم هو اساسا يحس يعني يحسن حياتك. توك رات قبل امس. اول امس رات عدل. انزين، وقبل فتره اعتقد رحت تركيا او رحت سوريا حق حدود سوريا. رحت مع لجنه شباب الخير تبع جمعيه الشيخ عبد الله النوري. هم رحنا لتبرعات لاجئين السوريين، الله يفك عوقهم ان شاء الله. فهم مصر رحنا حق السوريين، تبرعنا لهم يعني مو بس يعني خذينا تبرعات ورحنا قدمنا لهم اياها اللي هي التعليم. نعم، راح نتكلم عن الفرق بين رحلتك لمصر ورحلتك لسوريا، لكن خلينا نشوف مع المشاهدين الرحله اللي كانت ليعقوب بوشهري في مصر. عند الاسر انا تحفظت اني ما اصور لان في حريم كبار في رياي الكبار، احنا ما نقبل ان نطلعهم بهالضعف. عندك خبرنا انت يمكن تكون سبب سعادة ياسين. ياسين 50 دينار تتكفل دراستي لمدة سنة مع مواصلات. شو اسمك انت؟ ها؟ رحمة؟ الله يوفقك ان شاء الله. شو انت بتصيري لما تكبرين؟ ها؟ شو بدك تصيري؟ مهندسة، دكتورة، محامية، شنو؟ طبعا يا اخوان 50 دينار تتكفل بدراسة الطالب لمدة سنة مع مواصلاته. انت لما تعطيه علم انت قاعد تعطيه حياة، انت قاعد تعطيه استقرار، انت قاعد تخليه يعتمد على نفسه، راح تعطيه شلون يعيش العمر كله. مبسوطة؟ حلوة. شوف راسة الطفل والله تسوى الخمسين والمية والالف. والله صلي حفظك. يعني احنا لازم نحمد النعمة اللي احنا فيها، فما بالك الدنيا تدور، ترى الدنيا سلف ودين، ساعد الناس الناس تساعدك. احنا الحين بعز ونعمة وخير، دام احنا بعز ونعمة وخير نوقف يا اخواننا، هذا المطلوب منا. صراحة الموضوع جدا مؤثر وانت وايد متأثر كنت، يعني أكيد حتى أكيد تأثر، لأن الطفل يعني يعور القلب، لأن اللي يحس فيه يقوله غير الكبير. صح. الكبير مثلا يعني احنا لا يعنى، ما نقول يعنى خلاص نسكت، لكن الطفل يعان يقول لك يعان، ما اعطيته اكل يبكي، يعور قلبك فعلا، اللي يحس فيه يقوله. اي بس الالم يعني تشوفه على الكبير والصغير، يعني اكيد قاعد يحس بالمعاناه هذه كبير وصغير. اللي نقدر عليه بنسوي، يعني ما نقدر نسوي كل شيء، بس ان شاء الله نكون سبب بسعادة هذه الناس. يمكن تحت الهواء قلت لنا السر بين او الفرق بين رحله تركيا ورحله اللي قمت فيها لمصر، نبي تقولها الحين حق المشاهدين، خلي عفوا تفاصيل هذا. زين، رحله تركيا رحله مختلفه تماما عن رحله مصر. رحله تركيا هي رحنا ودينا مثلا حق لشتة، ماشية لشتة كامله، اي الفحم، الهدوم، الاكل. فرحنا عند الحدود السوريه في منطقه اسمها ريحانه افتكر، والله ما انا محافظ اسمها. فكانت درجه الحراره 4 تحت الصفر، انا كنت لابس جاكيتات وايد. لما رحت عند هناك الناس كبار وصغار جينز وتيشيرت وعزك الله نعال، برد. ف صدق فعلا قلبنا يعني قاعد يتقطع. اللي اعطيه مثلا الفحم يقول لي انا ما ابي فحم، انا ابي شيء اتغطى فيه.
اللي تعطيه مثلا الكنابل يقول لك انا ما ابي كنبل، انا ابي اكل. كل شخص له احتياجات، ففعلا هذا شيء وهذا شيء. لكن اللي في مصر الحمد لله يعني وضعهم زين، يعني مو زين وايد بس انه مرتاحين، يعني مصر مو مقصره معاهم، بس فقط مشكلتهم بالتعليم. يعني مكلف عليهم الطالب، يكلفه التعليم، فترى مبلغ ولا شيء 50 دينار تتكفلين الطالب مواصلات وسنه كامله يدرس 50 دينار. يعني ما اتوقع يعني واحد يقدر يغليها 50 دينار، الواحد يقطها يمكن على قلم ولا على يمكن 50 هي سهله لي سهله لك سهله لغيرنا، وفي ناس يمكن مو سهله لهم، بس اللي يقدر ليش ما يساهم؟ ترى انا جربت شغله. شلون بديت الموضوع يعقوب؟ تغيرت هم شخصيتك يعقوب؟ وايد شغلات فيني تغيرت، يعني في شيء انا ما كنت حاس فيه بحياتي جربته الحين، هو يعني نعمه العطاء. ترى في سعاده انت لما تعطي احد، يعني اول مره انا اعطي احد انا مستانس، العاده انا اخذ منك استانس. يعني انت الحين تعطيني شيء استانس انا استانس، بس تخيل صارت ان انا لما اعطيك والله انا نام مستانس، ورب العالمين يفتحها بويه بشكل يعني ما كنت انا متخيله، ورزقي يجيك من كل صوب من كل صوب. وفعلا ترى الصدقه يعني ليوم الدين لها اثار اكيد. بس يمكن اللي قاعد يطالعنا الحين يقول يعقوب الشهري يشتهر بالسناب شات، كان يضحك الناس عن طريق نصائح معينه. صحيح. اليوم انت كشاب كويتي ليش تتجه هذا الاتجاه وتروح حق عمل تطوعي؟ يعني شوف هذا واجب علينا كلنا، والحمد لله احنا ككويتيين يعني ولا صورة بحد، بس انا قاعد اتكلم عن مجتمعنا الكويتي. صحيح. ترى من واحنا صغار ابوي مثلا بيعطي احد يعطيني انا مثلا ربع دينار يقول لي بابا روح اعطيه، يعلمك من وانت صغير. ترى هذا الشيء موجود باهل الكويت كلهم، كل اهل الكويت بدون استثناء. صح. يعني فطره عندنا بالأساس. سبحان الله. صح. وهذا اللي حمانا، هذا اللي حمانا ورد لنا ديرتنا سبحان الله، لانك تعطي بي يوم الناس ترد تعطيك، فالحمد لله هذا فضل من رب العالمين. ممكن تكرر الموضوع تروح كذا تعيد الموضوع؟ راح اكرره وبدون تفكير. بدون تفكير، يعني انا مستعد حق اي عمل خيري تحت يعني جهات رسميه مراقبة. مالت مصر كانت مع جمعيه الهلال الاحمر. اي نعم. ومالت شباب الخير مع جمعيه الشيخ عبد الله النوري، هذول كلهم مراقبين من الشؤون، لهم يعني ما لهم اي توجه، توجههم نساعد الناس بس. يعني انت مو ورا جمعيه معينه؟ لا ممكن لا لا لا. ممكن تروح مع كذا انت شحت نساعدهم ايش رايك؟ يمكن بعد مو بس يعقوب تساعد الناس اللي ما تعرفهم اللي يتابعونك من الفولورز، ساعات تقدم لهم هدايا. قدمت هدايا خصص لهم بعد جزء من الاعلانات. اي انا 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 مره فكنت اعلن عن مجموعه شباب الخير، قلت مجموعه اللي يبي يتبرع على هذا الرقم شيء، كان دز لي فويس بنيه تبكي تقول لي انا ما عندي فلوس ودي اتبرع صغيره. سكت، جاي يطرش لي واحد ثاني والله لو عندي تبرعت وياكم يا ابو خالد. فحسيت انه كني انا ضايقتهم، فقلت لهم يا جماعه انا من كل اعلان انا اسوي اعلانات وانتم قاعد تتابعوني، ولو مو انتم موجودين انا ما راح اكون موجود والاعلان ما راح يجيني، فانتم سبب ان الماده هذه قاعد تدخل لي، فراح اتبرع مبلغ عنها لكم انتم، لانك انت مو قاعد طالعني، انت قاعد تساهم معي، فليش هو ما يستفيد معي؟ وبالعكس ترى هم هذه يعني ما تخيلين انا مثلا هنا الاعلان اطلع منه مبلغ اتبرع فيه عني وعن الناس. تصدقين يجيني دبلاته يعني سبحان الله. ما كنت متخيل انا بحياتي يعني صراحه قبل السوشيال ميديا اللي كنت اتبرع مثلا دينار خمسه كذي حصاله، احنا طول عمرنا متعودين على حصاله، هذه اللي فيها الصوره تحط على حصاله تمشي، اما اني اروح واسافر عشان اساعد الناس انا استغربت سبحان الله من الناس الشباب الموجودين معانا، يعني خاصه اخر شباب في لذة وفي تذهيب يعني للنفس. هو تذهيب للنفس، وفعلا يعني انا هذول كل الناس اهني اهلهم ونعم التربيه اللي يعني غارسين هذه الاخلاق في اولادهم، فعلا شيء ما شاء الله شباب صغار. صح. يعني اخر مره رحت معي بنت دكتوره اسمها دانا ودكتور عبد الله عبد الجليل وفهد، شباب صغار، انا اكبر واحد فيهم عمره 25 سنه ما ابي انسى احد ما انا ما شاء الله. ومنهم طلب الطب، تخيل اهلهم موصلينهم للمطار، والله حتى اذكر واحده امها تقول لها خلكم يمه يم بعض شيء روحوا ساعدوا تعالوا. شوف يعني ما قالت لا خل بنتي تقعد او خل ولدي يقعد ليروح اخاف عليه، بالعكس دعم الاهل، روح ساعد، مع ان قلبهم على عيالهم كل ساعه يقولون ها فيكم شيء تبون شيء، بس شوف شلون يعلم عياله، يعني هو يقدر يروح. صح. لا خلي ولده يروح، لان هذه الدنيا
يعني اذا انت ما تعلم الناس كذي اكيد يعني بس انا ترى ما ادعي مثالي انا ترى انا بس ودي اسال انت ما شاء الله دشيت يعني عالم السوشيال ميديا بمحض الصدفه يعني ما كنت مخطط لهالموضوع يمكن عنه. انت فيديو صورته وانتشر الفيديو صحيح. وبعدين صار يعني صار اقبال جماهيري على سنابك وانستغرامك شوي اي انا شو انا احب غشمره بس الغشمره بحدود الادب احب انصح بس احب انصح طريقه فكاهيه لان احنا ملينا من واحد يقول لا تسوي كذي بالعكس ترى الجيل هذا الحين تغشمر وياه اخر شيء عطى عبره صدقيني ياخذها ويكون مستانس ويسويها صح والشهره شلون جت صدفه صور فيديو نمت قعدت انا ناس واحد ثاني بس اليوم حتى بالسناب شات عندك نصيحه نسائيه معطي حق اللي اخواتنا اللي يسوقون سيارير هم الطريقه فكاهيه توصل لهم رساله يعني شوف انا قلت لهم بنات لا تطقون بريك ولا لا جبتها بطريقه فكاهيه ديري بالك كذي لان فعلا ترى احنا عندنا مشكله مع البنات اللي يسوقون كيف بعد حصلت تزعل لا ما انا اعترف ان انا الله بالخير يعني لما يرن التليفون تطقين بريك ليش هذا الموضوع اللي قاعد اتكلم عنه اليوم لا ما اعرف اصبط الحين هاي صفطه الجنب هذه تذبحني لا صفطه المشكله يمكن بننتقل من العمل الخيري الى عمل الاعلانات سويت اعلان تلفزيوني وايضا في رساله توعويه كانت عن اللهجه تكلمنا شويه سويت اعلانين نعم اعلان لمستشفى سيف واعلان لبنك الكويت الوطني ما شاء الله انتشر انتشار على مستوى الوطن العربي يعني كان حتى بالعراق بلبنان ما شاء الله كلهم متابعينه الحمد لله لانه هو يعني الرساله كانت انا قبل كنت كله الغشمر مثلا في السناب انه اذيتونا الماك تشيكن كلمه كويتي كلمتين انجليزي وهو ما درس انجليزي الا بالجامعه زين خلاص اهدى احنا زين يو ار جود زين بس انه ليش؟ فكنت اغشمر وياهم انه تحكوا كويتي خرد الحكي اللي قبل ففي ناس قاعد تتابعني كان ينادوني اداره البنك قالوا تعال احنا عندنا فكره كذي ونبيك تقدمها ممكن فبالعكس انا وايد استانست على الفكره وكانت رساله حلوه يعني للجيل الصغير يعني هي لو تلاحظها كانت رساله الى الجيل الصغير يعني احنا جيلنا الحمد لله متابعيك متابعينك تتوقعهم من اي شريحه؟ يعني اكثر انا اتوقع اني اقل من 20 سنه ما راح يفهمني ما راح يفهمك؟ لا لان انا غشمرتي يعني قليله شوي لا يعني مو قليله يعني اكبر من العمر الصغير لانه ما راح يفهمني يعني مثلا لو راح يطالعني يعني انت ساعات تقول اسقاطات مثل او نغزات او شيء كبير يفهمها اي يعني يا تفهمها يا ما تفهمها بس انت اليوم انتقلت يعقوب من السناب شات الى ظهور التلفزيوني شوي اكثر من خلال هذه الاعلانات هل في خطه لي قدام ممكن والله بقول لك في التمثيل ترى انتم اللي قاعد تسوونه اول شيء وايد صعب ولا حد يستهين فيه انا تليفوني السياره بروحي ما عندي كل هالناس طالعوني انا الحين خايف التفت عشان لا ارتبك فانتم اللي قاعد تسوونه شيء ترى وايد صعب يعني الكاميرا لها رهبه صراحه لا بس قدها وقدود لا ان شاء الله يعني يعني انا عندي السناب اصعب بالعكس على الاقل امسحها خبقها امسح السناب يمكن يضيع مشوارك الناس تكرهك يعني افويتك هذا مسح الفيديو نزل فيديو ثاني على طول لا ما تهجني تقطع الحكي وشوف ايش قال نسالك عن ليالي الكويت شاركت بليالي الكويت كانت اول مشاركه لي وكنت سعيد لان كذا قناه طلبتني صراحه كنت متحفظ لكن لما يطلبك تلفزيون الكويت تلفزيون ديرتي فانا يسعدني ان انا اول ظهور لي يكون في تلفزيون الكويت صراحه خلينا نشوف وين بعد اول لقاء يشرفني يكون في تلفزيون ديرتي صحيح فنافذه جميله هذه وفعلا يعني انا جدا سعيد ان انا اول ظهور لاعلامي يكون هو تلفزيون الكويت تلفزيون ديرتي حلو يعني فهذا شيء يعني اضيفه الى سي في على قولتهم ان انا جدا سعيد بهالشيء صراحه وليالي الكويت ومشاهدين ليالي الكويت بالذات الله يسلمك يا اخي شنو الله يسلمك ترى وايد يرتبك الوزني بشكل ما تتخيل والله امر اخاف بسناب شلون كذي لا بسناب متعك عسى الله يقويك الله يسلمك سمعت معلومه يقولون ان كل متابعينك ابو خالد قاعد يتبرع لهم صدق هالمعلومه هذه ولا اي نعم انا لاني اسوي اعلانات حلو وسويت اعلان حق اعمال خيريه فطلبت منهم التبرع حلو سوينا اعمال خيريه حق اللاجئين اخواننا السوريين زين نقول الحين كم قيمته ها
أنا ببلاش أعمال خيرية. صرنا ويا المشاهدين أكيد على الهواء وشفنا ليالي الكويت. نوجه تحية حق أكيد زميلتنا لولو العسلاوي ومحمد الوسمي، دائما مميزين بأي عمل يقومون فيه. نعم، يمكن كلمنا يعقوب عن التقديم التلفزيوني العادي، بس أنت شاركت في هذا الشهر مع الفنان طارق العلي في برنامج مسابقات. صحيح. شلون شفت الأصداء بعد؟ أبو محمد وهقلي أنا شفته بغبقة كان يقول لي باشا ايش عندك؟ قلت له ما آمر تدلل محمود، يعني أنت تآمر؟ يقول لي تطلع برنامج؟ قلت له إيه أطلع يلا. فأنا ما كنت حاسس إنه يعني راح يعطيني صدق، كان أدق عليك قلت له ها محمد يلا متى بنطلع؟ يقول لي أنت مصدقك ناطرك أنا يلا تعال. قلت له يلا جاي. قلت ترى ما أعطيك فلوس أنا يعني بشر يعني. قلت له يلا جايك، وفعلا رحت وخلاني وايد خلاني لو تلاحظ المقابلة هدني أعطاني المايك وأعطاني أنا ما أعرف قوانين المسابقة هدني قاعد شوف يعني شوف هو هدني بس كنتوا ماخذين راحتكم يعني بعفوية جدا. هو ما شاء الله عليه الإنسان عفوي عفوي غصبا عليك أنت ترتاح إذا عندك سر تقول له يعني. أنا ما شفت يعني ما راح ألقى مثل الإنسان. شفنا انتشر مقطع وجهة تحية طبعا تحية حق الفنان طارق العلي، انتشر مقطع خاص بفتاة هندية اتصلت، شنو الموضوع كان يعقوب؟ هذه دقة واحدة أنا مستغرب فجأة كانت ولا شو اسمك ما اسمها ساني نهاتي. قلت لها ها؟ قلت الحين اتحكي انجليزي ولا دعايتي كانت بالكويتي احلى شو اسوي؟ ولا هنديه كانت تقول انا طارق العلي انا احبي انت. انا صدمت تخيل هنديه بس صار حقك عاد قطيتها بملعبه. اي انا افتكيتي بس يعني قطيتها عنده وشيء. والشيك اللي ناطرك برا؟ عفوا؟ في شيك هناك ناطرك يقطع. مستحيل يقول تستاهل تستاهل بس ما شاء الله تكلفه الاعلانات الحين وصلت بالسوشيال ميديا جدا عاليه. يعقوب انزين انا اسالك سؤال جاوبين بصراحه. اي جاوب. تلفزيون الكويت كم متابع اشوفه؟ يمكن ملايين او الاف يعني. يعني ما بدون تحديد. وهكتش؟ لا لا في نسبه وفي شركه مختصه قاعده تشوف عدد المشاهدات يعني بالطبع. الحمد لله والله الحمد عندي عدد متابعين انا اشوف انا راضي عنه وايد سعيد ان انا وصلت لهالرقم. فلما اسوي اعلان انا قاعد افيد الشخص. صح. يعني انا قاعد افيدك فلما افيدك ترى نفس الشيء استفيد وياك. اعطيك مثال بسيط. كم تاخذ على الاعلان؟ انا؟ ايه؟ 1200. حلال عليك تستاهلهم. لا زين الله يسلمك. تستاهل كل خير يعطيك العافيه. مشكور ما قصرتي. منورنا اليوم في برنامجنا اكيد يعطيك الف عافيه. مشكور ما قصرت يعطيكم العافيه. يعطيك الف عافيه وسعيد بتواجدك. وانا اكثر. ان شاء الله راح يكون معنا النائب عبد الله التميمي بعد الفاصل.